سيداتي انساتي سادتي، اهلا بكم في فيديو جديد على قناه عرب هاردوير. انا مهند، والنهارده انا بص نظره اوليه، انا ما اعرفش، بحب استخدم ايدي، فمعلش لو حد الحركه دي بتضايقه. النهارده بص نظره اوليه كده على لعبه بروجكت كارز 2، هي الاضافه الثانيه طبعا بعد بروجكت كارز 1. ما اظنش ان حد هينزل عمره بلعبه ويقول لك دي 2، احنا عايزين نسميها 2، بس هي اول اضافه. هي لعبه محاكاه زيها زي درايف كلوب. عشان نبص عليها، اللعبة دي محاكاة ولعبة تقيلة، لعبة فعلا صعبة، مش سهلة خالص. المحاكاة فيها يعني السيميليشن فيها رهيب، فيها انا ليه قلت فيها صعبة. لو انت قفلت كل الاسيس بتاعت اللعبة هتلاقي اللي هو جدعان ممكن مساعدة لو سمحتوا. فدي حاجة حلوة فيها لو انت بتحب الحاجات دي وبتحب العربيات جدا وبتاع. لكن لو زي لا، انا بحب العربيات الصراحه، بس اللعبه دي هتفشخ يعني، بتضربني اللعبه دي، بتضربني بالجزمه. فاحنا نعمل ايه؟ هنلعب ريسين، ريس هنفتح فيه كل الاسيس، فنلعب بقى ونتباسط ننبسط بقى ونحس ان الدنيا جميله، وبعد كده نقفل كل الاسيس وافرجكم على لعبه بقى محتاجه قد ايه ان انت تبقى بروفيشنال. انا بحس حتى انها اصعب يعني، انا بلعب فورزا كتير، 7 لعبت فورزا 7 موتور سبورت، ولعبت فورزا هورايزن، هورايزن زي نيد فور سبيد شويه. فورزا 7 بلعبها بقفل الدنيا، بعرف العب يعني، الموضوع ما بيبقاش قاتل، لكن دي هفرجكم. ده ممكن بوز احنا يعني بدأنا كاستم ريس، فيها طبعا كارير مود زي فورزا، فيها اونلاين، فيها كاستم ريسز اللي انت تعمل فيها اللي انت عايزه، ده اللي احنا بنعملها عشان اوريكم ايه يعني، نبقى الدنيا برده لسه في تحكمنا يعني. فطبعا هنا في كاستم ريس ده انت بتخلي، انت ليك التحكم، حريه التحكم في كل حاجه في الريس. فيها طبعا كل الحلبات المعروفه، ثلاث ارباع العربيات المعروفه، العربيات دي كلها، اللعب دي اللي هي زي العاب المحاكاه دي بتبقى تقيله، بتبقى مليانه لعب، بتبقى مليانه مع اللعب، بتبقى مليانه عربيات، وبتبقى مليانه ايه، حلبات سباق. نزلت على بي سي، على ستيم، نزلت على بي اس 4، ونزلت على اكس بوكس 1، سعر $60 طبعا، سعر الجمله العادي ريتيل برايس بتاع كل اللعب الجديده لما بتنزل. اظن نزلت في 22 سبتمبر 2017، لسه نازله جديده يعني. بس المفروض ان انا لما دخلت اونلاين لقيت ان في ناس يعني، انا قلت انا العب بدبي، في دبي بلامبرجيني يعني، مفيش اجمل من كده الصراحه. وحطوني في الاول كمان، يا سلام يعني، عملتها عشوائيه وحطوني في الاول. الكاميرا، الكاميرات اللي بتتحكم فيها ايه، ممكن تبقى من جوه، ممكن تبقى هنا من الخوذه بتاعت السواق. ولو عندك اتش تي سي فايف دي حاجه كول جدا الصراحه، لو عندك اتش تي سي فايف ممكن تلعب من المنظور بتاع السواق بتاع العربيه، فدي الصراحه انا شايفها شياكه. طبعا انا فاتح الاسيس كلها، فالعربيه بتفرمل بنفسها، وممكن ممكن يبقى عندك حريه ان انت تختار اساسا ان ايه، حتى الناس اللي بتلعب ضدك تبقى كلها مش يعني، تبقى اي نوع عربيات يعني. بس انا قلت يعني ليه ما نلعبش بالهيوريكان اس تي، عربيه جميله حتى بالاسيس. يا مهند مش عارف احوت، ابعد بقى يا شقيق. طيب لا 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 لا، يعني بدانا الاول من 21 ودلوقتي احنا الثامن، في ايه يا جدعان؟ ما ينفعش نطلع، اللعبه دي بتعورك على البنالتيز، انك تطلع بره الحلبه، انك تحاول تسبق حد، تخبط حد، تمشي في طريق تاني، بتعورك زي ما انتوا شفتوا. انا مش فاهم هما بيعدوني ليه، في ايه يا جدعان؟ الصوت حتى بيقل يعني، الصوت بيقل لان انت قاعد في الخوذه. ال 13 انا مش عارف انا بعمل ايه غلط، انتوا ليه بتكسبوني؟ انا مش فاهم لما اقفل الاسيست ايه اللي هيحصل؟ يعني حتى الديفيكولتي تقريبا فيها 60 صعوبه يعني، عندك من زيرو قوتهم صعوبتهم من الناس اللي بتلعب ضدها، من زيرو ل 120، وقد ايه هم اجريسيف، قد ايه هم غشمه يعني، برضه من زيرو ل 21 يعني. انت ممكن تخلي اللعيبه اللي ضدك غشمين، لما كنت بفتح كده كانوا بيقعدوا يقفلوا عليا وكده. يا اخينا يا اخينا اللمبرخيني يعني، احنا احلى حاجه بقى في ان انت تبقى في المركز الاخير ان انت تتفرج على العربيه اللي انت سايقها، الموديل بتاعها رهيب يعني، حتى ممكن نخش من خوذه الكابتن ونتفرج على العربيه من جوه اهي. انا حاسس ان الاسيست هي اللي موقفاني، ايوه هي دي انا لقيت الاكسكيوز اللي هيريحني من جوه نفسيا، الاسيست هو اللي هي اللي تعباني. طيب ده انا حاسس بالعار. طيب دي كانت ده كان اول ريس، كل الاسيس مفتوحه. طبعا اللودنج بياخد وقت طويل عشان يعملوا اللودنج للمودلز بتاعت العربيات والحلبه وكل حاجه حوالين الحلبه. انت لو ركزت في الديتيلز بره الحلبه، المدن اللي حواليها، حتى في دبي الموضوع حلو، الموضوع شكله جميل، الموضوع شكله جميل للاسف. انا جاهز لو انتوا جاهزين. يا ترى هيبداوني في الدور في المكان الكام؟ شكلي في النص. لا لا العربيه جميله اهي اهي، هما ليه بيسبقوني؟ ايوه بقى السبويلر لما بيعلى. طيب لحد دلوقتي كويسين، كله تمام لسه، كله تمام. الثامن يا ترى نقدر نقفل الجاب اللي ما بيني وما بين الناس اللي قدامي دي، ده الحلم. يا ترى هنعرف نعمل كده؟ ما اظنش. طيب دي كانت ضربة معلم وضربة حظ رهيبة. لا 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 لا
والنبي لا، حرام عليك حرام عليك يا اخي، انت كنت ماشي. اه يا قلبي على الحزن اللي شفته والله، انا شفت النجاح وراح مني. احنا انا مش متخيل ان احنا عملنا احسن في الريس اللي قفلنا فيه الاسيست من الريس طبعا احسن ده، دي حاجه محوريه بتفرق من شخص لشخص، لان انا كنت ال20 بس يعني، بس احسن من 21 ولا ايه؟ مفيش حد فخور بيا، انا متاكد مفيش حد فخور بيا، مفيش حد بيبص من الناس اللي بتتفرج دي وبيقول انا بشجع ده، ما اعرفش ليه بشجعه. طيب بعد ما فشلنا انا، بس دي كانت نظره اوليه على لعبه Project Cars 2 الاضافه الجديده في السيريز. لو عجبكم الفيديو دوسوا لايك، لو عايزين تشوفوا حاجه تانية انا عايز العبها، حاجه جت في بالكم قولوها لي في الكومنتس، سبسكرايب عشان تشوفوا كل الفيديوهات، وسلام. Thank you.